صعب الميراس هنا في استاد الهيري ضد طموحات الفتح. ركنية الثانية على التوالي لفريق الفوز. الديربي الأجوار لقاء الجيران التونسي المغربي في تواصل. هذا النهائي رقم 7 على مستوى مسابقات الكاف. حاليا تتقدم الأندية التونسية 4-2. درجة كرة خطيرة، فرصة والهدف الأول للفتح. الهدف الأول للفتحاوية، هدف في 8 دقائق لعب في الشوط الأول، هدف لصفر للفوز. الفريق اللي قلنا يعرف يسافر، في وقت كنت تتكلم على أن النادي الصفاقسي 0-0 نعرف قيمتها في نهاية الماتش، ماتش صعيب. وعبد الفتاح بوخريس يسجل هدف السبق للفوز للفتح الرباطي هنا في الميري من ركنية من كرة ثابتة. سلاح سيكون فريقين، خروج غير موفق من خلوفي في غياب المتابعة والمراقبة. البخريس يجيب بسهولة ويحط